عبر شاشاتنا. بداية معك، ما هي توقعاتكم بشأن جلسة البرلمان المقبلة لفتح الترشيح لرئاسة الجمهورية؟ هل ستنعقد أم لا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا، تحية طيبة لك وتحية إلى كل المشاهدين الأكرام. حياكم الله. نعم، الحقيقة اليوم يعني المعطيات السياسية بعد أن تدخلت المحكمة الاتحادية في تصحيح كثير من المسارات الخاطئة والكثير من التعقيدات السياسية، وبالتالي قد غيرت خارطة اللعبة السياسية من خلال التحالفات ومن خلال التوافقات ما بين الكتل والأحزاب، وأصبحت يعني المحكمة الاتحادية هي من يصحح مسار هذا المشهد. نعم، في الأيام القادمة ستكون عملية الدخول إلى قبة مجلس النواب بصيغة أخرى، ليس بصيغة التوافقات والتحالفات السابقة، وبالتالي عملية تحقيق المصالح الخاصة لهذه الكتل. جلسة البرلمان القادمة بعدما أنه المحكمة الاتحادية قد أفتت بأن من رشح إلى افتتاح الترشيح إلى مجلس إلى رئيس الجمهورية هو غير دستوري وغير صحيح، بالتالي هذه الأسماء اليوم الموجودة ال 24 اسم الموجودة المرشحة إلى رئاسة الجمهورية هو ستكون هي المطروحة، وبالتالي هناك أفضلية ومن خلال التحالفات لأسماء معينة، خاصة الحزبين الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني الذين يمنون النفس بترشيح أحد من يمثلهم لملء هذا الشاغر لمنصب رئيس الجمهورية. لكن اليوم هذه كلمة لكن تحتاج إلى حرص وإلى تدقيق وإلى إيثار وإلى تضحية وإلى نكران ذات. اليوم طيب، هذا لن نجده بالنسبة للصراعات السياسية سيد غازي. كما تعلم، هل برأيك التأكيد سيكون التصويت على انتخاب رئاسة الجمهورية في جلسة لاحقة، ولكن هل سيكون هناك ثلث معطل برأيك؟ طبعا اليوم إذا لم يكون هناك توافق داخلي ما بين الكتل، وخاصة ما بين التحالف الثلاثي الذي يريد أن يشكل الكابينة الحكومية من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، تعرفين هناك اتفاقات واتفاقيات ما بين هذا التحالف الثلاثي لتمرير أسماء معينة، وبالتالي اليوم عملية يعني مدارات ومجاملات راح ستكون حاضرة في هذا المشهد. أنا كنت أتمنى على كل القادة السياسيين عندما يعني وصلوا إلى عملية الانسداد السياسي أن يبتعدوا عن الأنا الضيقة ويعني المصلحة الخاصة. تعرفين صار الانتخابات مضى عليه أكثر من 5 أشهر. نعم، وبالتالي الحكومة أصبحت عسيرة جدا. أنا في تقديري هذه الإفرازات لها أسباب، يعني أسبابها هي وين؟ أسبابها من خلال الانتخابات التي وما شابها من إشكالية ومن تزوير ومن عملية يعني تغيير أسماء. هذه معطيات الانتخابات. وصلنا إلى أنها تكون هناك جنين مشوه وستكون حكومة مشوهة مقزمة وغير منتجة، وبالتالي نحتاج إلى عملية إنقاذ هذا المشهد من خلال الرؤية الوطنية. اليوم أنا أتمنى على كل السياسيين أن تكون الرؤية الوطنية حاضرة، أن لا تكون المصلحة الحزبية والاتفاقيات والمصالح الخاصة حاضرة داخل قبة البرلمان، لأن اليوم لعبة نريد أن نغير هذه اللعبة، لعبة المصالح. اليوم 18 عام أو 19 عام من الإفرازات السلبية، نحتاج اليوم أن تكون هناك غيرة وطنية لدى كل الأحزاب والقوى التي تريد أن تكون يعني في المشهد السياسي المتقدم. نعم، بالضبط. بما أنه هذا المخاض الطويل والعسير المتمثل بطفولة الساسة طبعا لمصالح سياسية، بالتأكيد كيف تقرأ أن هناك كان كلام عن انطلاق تحالف جديد تحت عنوان الثبات الوطني ولم يسري أي شيء لحد الآن؟ لماذا تأخر الإطار التنسيقي برأيك؟ نعم، به. نعم، تفضل. نعم، شوف اليوم التحالفات عندما تكون تمتلك الصبغة الوطنية يعني لا بأس بها، هذه جاءت من رحم معاناة الشعب ومن رحم معاناة المواطن، وبالتالي تمتلك ثوابت وتمتلك معطيات. تحالف الثبات الوطني
أنا في تقدير يمتلك أكثر من 130 عضو، وبالتالي يستطيع أن يكون حاضرا اليوم في المشهد السياسي، في أن يكون هو لما لم ينطلق لحد الآن سيد غازي برأيك؟ اليوم يعني قبل الانتخابات أو قبل عفو قبل الدخول إلى مجلس النواب ستكون هناك رؤية جديدة، سيكون هناك صوت في داخل مجلس النواب، صوت الثبات الوطني الذي سيكون هو حاضرا. تعرفين اليوم حتى المحكمة الاتحادية قد غيرت موضوعة الكتلة الأكبر في الجلسة الأولى، أعطت فسحة من الأريحية لكل الأحزاب أن تعلن الكتلة الأكبر في الجلسة الأولى أو الثانية أو الثالثة، وبالتالي هذا المدى الموقف في هذه الأحزاب هو اللي أعطى الفسحة لأن تكون هناك تغيير لمسميات لكتل معينة حتى تكون حاضرة في المجلس السياسي. طيب أستاذ غازي، عفوا على المقاطعة، هل سنشهد ممكن تغييرات في مشهد التحالفات قبل انتخاب رئيس الجمهورية؟ بما أنك تتطرق للفسحة التي خلقتها المحكمة الاتحادية، هل المفروض أو من المتوقع وجود تحالفات جديدة قبل وضع أو اختيار منصب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء؟ أكيد اليوم هذا الوقت المستقطع الذي استفادت منه هذه الكتل والأحزاب في هذا الوقت أعطاها عملية رسم الخارطة السياسية والتحالفات من جديد. اليوم تريد هذه الأحزاب أن تدخل وهي محصنة بالقوة ومحصنة بالثقة. اليوم تعرفين أكو عدم ثقة موجودة ما بين الكتل، الثقة مهزوزة، الثقة معدومة ما بين هذه الكتل، وبالتالي عملية ترميم وإعادة بناء هذه الثقة تحتاج إلى وقت، وهذا الوقت المستقطع الذي أخذته هذه الكتل والأحزاب أعادت مبدأ صياغة الثقة ما بينها حتى عندما تدخل إلى داخل قبة البرلمان أن لا تنهزم، لا تكون غير محصنة بالكثير من التوافقات. اليوم تعرفين اليوم لعبة المصالح في آخر لحظة، وإحنا تعودنا المشهد السياسي العراقي تشكيل الحكومة وانبثاقها في الوقت بدل الضائع، وهذا هو يعني الطامة الكبرى اليوم في المشهد السياسي، كل الأمور تحال في الوقت بدل الضائع، وبالتالي أنا في تقديري هناك مفاجآت ستكون حاضرة في المشهد السياسي. طيب كيف تقيم دور المحكمة الاتحادية؟ واليوم هناك من يشن عليها بعض الضربات، لماذا صدرت بعض الأصوات من الحزب الديمقراطي بإلغاء المحكمة الاتحادية واعتبارها حلقة زائدة؟ للأسف الشديد اليوم يعني هناك من ينظر إلى المحكمة الاتحادية من زاوية المصلحة، عندما تكون المحكمة الاتحادية تنصف حزبا معينا يطبل ويجعلها محكمة نزيهة، محكمة إعادة الحق، ولكن عندما المحكمة تأخذ دورها بشكل إحيادي وتقول هناك خطأ، هناك تقصير، هناك تعمد، تعتبر المحكمة الاتحادية غير دستورية وغير منصفة ومجحفة، وبالتالي هذه الازدواجية في التعامل مع المحكمة أنا في تقديري ناتج من إفرازات هذه الأحزاب في داخلها مع بعضها وتقاطعها مع بعضها. اليوم المحكمة الاتحادية قد يعني أنا كما تحدثت قبل قليل قد غيرت الكثير من المشهد السياسي من خلال الإجراءات التي أصدرتها، وبالتالي صححت المشهد. كانوا يعولون على على الأعراف ما بين هذه الأحزاب وعلى عملية الإرضاء والترضية، وبالتالي ما عاد هذه اليوم هذه العملية يعني قائمة في المشهد السياسي. اليوم عملية الدستورية والقانون هو الذي يفصل بين كل الإشكاليات. المحكمة الاتحادية محكمة تمتلك الكثير من القضاة والخبراء الذين يمتلكون النزاهة والقوة، وبالتالي حتى تعرفين في الانتخابات كان هناك اعتراض من قبل يعني الكتل وقادة، ولكن عندما صدر قرار المحكمة الاتحادية احترموا قرار المحكمة الاتحادية. هم يشعرون بالغصة والظلم، لكنهم احترام قرار المحكمة يجب أن يكون يعني كل الأحزاب والقيم تحترم قرار المحكمة، أما عملية الازدواجية في الاحترام هذا عندما ينصفه قرار المحكمة محترم، وعندما لا ينصفه يصبح قرار المحكمة يعني غير. نعم هي بالنسبة للمحكمة الاتحادية خلقت بعض التوازن في المشهد السياسي. شكرا لانضمامك معنا سيد غازي اللامي، أهلا بك.